السلام عليكم يا أصدقائي، أنا اسمي رينات سؤدد من صف الخامس. اليوم سوف أقوم بعرض فيديو عن إنا وأخواتهم. أولاً دعونا نتعرف عن إنا وأخواتهم. إنا الأخت الكبرى ولديها 5 أخوات صغيرات. أخواتي إنهم إنا، أنا، كأن، لعل، ليت، لكن. إنا وأنا يستخدمان للتوكيد، كأن تستخدم للتشبه، لعل للترجي، ليت للتمني، لكن للاستدراك. تدخل إنا وأخواتها على الجملة الإسمية. ماذا تفعل؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، مثل العسل شهي. عندما تدخل عليها إنا يصبح إن العسل شهي. وهناك ملحوظة مهمة، إنا وأخواتها عكس كان وأخواتها. إنا وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولكن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، مثل